كذلك يقال الإرادة في الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا، هنا الإرادة الشرعية وليست القدرية. يريد بمعنى يحب، يريد معنى يحب. والمعلوم عند أهل العلم الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة القدرية هي التي تقع ولا بد، وهي تسمى المشيئة. أما الإرادة الشرعية فقد تقع ولا تقع، قد يريد الله هذا الشيء أن يحبه ولا يقع هذا الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. لكن هل اهتدى جميع الناس؟ أبدا أبدا ما اهتدى، بل وإن تطع أكثر من الأرض يضلك عن سبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لم يهتدي الناس. فالله يريد للناس الهداية أن يحب سبحانه وتعالى، هذه تسمى الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية التي معنى المحبة، وهذه قد تقع وقد لا تقع. وهنا هو المقصود في آية التطهير، إنما يريد أن يحب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. هذا مع أننا نقولنا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كذلك أن الله يريد أن يتطهر إيش؟ كل أحد، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون قد وقع. طيب، نقول إن الله تبارك وتعالى قد أوقع التطهير لغير آل البيت، يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهل كل من أخذ تطهر إذا تطهر معناته إيش؟ صار معصوما، عندهم تطهير العصمة ولا لا؟ إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرون، كل من دفع صدقة يلزمه أن يكون إيش؟ صار معصوما. كذلك يقول الله تبارك ولكن يريد ليطهركم، نفسها تماما، فمعناته صاروا معصومين. كذلك يقول الله تبارك وتعالى ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، وهذه نريد أن نقف عندها قليلا، هذه الآية نريد أن نقف عليها عندها كثيرا. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ إذ يغشيكم النعاسة، من حافظها؟ إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، واضح؟ طيب، هناك الآية من يحفظها الآن؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم ويطهركم، إذن أذهب ماذا؟ الرجس وطهر، صح ولا لا؟ فقالوا صاروا معصومين بذلك. نرجع للآية الثانية، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، إذن التطهير أيضا وقع، إيه؟ ويذهب عنكم رجس الشيطان، إذن حاصل، واضح؟ إذن صاروا معصومين. كم عددهم اللي في بدر؟ 314. إذن كل هؤلاء صاروا معصومين، والآية نص صريح واضح، بل هي أوضح. لماذا؟ لأنه وقع أنزل الماء، طيب، وطهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان، بينما في آية الأحزاب يريد ليذهب عنكم الرجس، لكن هناك أوقع، إذن أوضح. أنتم معي؟ والكلام واضح تماما، مثله تماما، تطهير وإذهاب الرجس، وهنا تطهير وإذهاب الرجس. فإذا كان التطهير وإذهاب الرجس في الأحزاب، إذا سلمنا أن أهل علي وفاطمة والحسن والحسين عصمة، فالذي وقع لأهل بدر كذلك يكون إيش؟ يكون عصمة. أنتم معي؟ جميل. نقول هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان يدل على فضلهم ومكانتهم، لكن لا يدل على العصمة. عصمة شيء والفضل إيش؟ شيء آخر، واضح ولا لا؟ ثم ولا دلالة له على موضوع إيش؟ الخلافة، لا من قريب ولا من بعيد أبدا، واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح؟ بالنسبة لآية التطهير